فالصراط المستقيم هو الدين الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه كتاب الله الكريم، وما عداه فهو سبل متفرقة تؤدي إلى المهالك والرداء. روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن أبان بن عثمان أن رجلا سأل أبا ابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، يعني طرق سبل، وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الطريق انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فدين الإسلام هو الصراط المستقيم، وسط عدل خير في العقيدة، وسط في العقيدة وعدل في العقيدة توحيد، وفي العبادة عباداته وسط لا مشقة خارجة عن الطاقة ولا هوان، وفي الأحكام ما يتعلق بأحوال الناس، وفي الأخلاق والسلوك، وفي الدعوة إلى الله. وقد عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، وفهمه الصحابة من بعده ومعه حق الفهم، فكان منهم بل كان منهجهم أعدل المناهج ومسلكهم أوضح المسالك.